طب قد يقول قائل هذا الشخص هو ونيته، فماذا نقول له؟ يعني لا تنكر عليه، هو ونيته، دعه يتكلم بما يريد، هو ونيته. ماذا نقول لهذا الشخص الذي يقول هذه العبارات؟ تفضل. يعني احسن من هيك، النية الصالحة لا تبرر أن تنطق بالنطق الباطل، كما كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا سابقا عندما قال ما شاء الله وشئت، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم العبر نيتك، فقال له قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. طيب اثنين، النقطة الثانية أننا نصحح ونتكلم عن الألفاظ، أما نيته فبينه وبين رب العباد، نحن لا نتدخل في النيات ولا نتعرض للنيات، هذه النيات هي بين العبد وبين ربه، ونحن الفقراء إلى الله. طب هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، يعني ما. فلذا كان يقول ابن الجوزي، وهو كان يسمى في زمانه واعظ الدنيا، وأسلم على يديه أكثر من 300 شخص، وكان إذا أعطى درسا حضره الألوف، وكان يدرس والناس يبكون، فكان يقول يا ويلي يا ويل أمي إن هؤلاء نجوا ودخلت أنا النار. هاي هي الفنيات بين العبد وربه. فبالتالي كما قال أخونا، نختم، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. نحن نريد أن نصلح لفظك، أما نيتك فبينك وبين ربك، فأصلح لفظك مع صلاح نيتك.